الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله له لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، قوله تعالى: اهدنا الصراط المستقيم، قراءة الجمهور بالصاد، وقرئ الصراط وقرئ بالزاي الزراط، وهي لغة بني عذرة وبني كلب. يقول: لما تقدم الثناء على المسؤول تبارك وتعالى نسب أن يعقب بالسؤال، كما قال سبحانه: فنصفها لي ونصفها لعبدي ولعبدي ما سأل. وهذا أكمل أحوال السائل، أنه يمدح مسؤوله ثم يسأل حاجته وحاجة إخوانه المؤمنين بقوله اهدنا، لأنه أنجح للحاجة وأنجع للإجابة. ولهذا أرشد الله تعالى إليه لأنه الأكمل. وتقدم الثناء على الله عز وجل بأسمائه وصفاته، تضمنت الأسماء الخمسة: بسم الله والرب والرحمن والرحيم والملك، وتضمن التوسل إلى الله بالعمل الصالح بقوله: إياك نعبد وإياك نستعين. ذكرت أنواع التوسل المشروع المقدمة التي عامة أدعية الكتاب والسنة تدور عليها: التوسل إلى الله بالأسماء والصفات، والتوسل إلى الله بالعمل الصالح. فشرع بعد ذلك في السؤال: اهدنا الصراط المستقيم. يقول: وقد يكون السؤال بالإخبار عن حال السائل واحتياجه، كما قال موسى عليه السلام: رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير. وقد يتقدمه مع ذلك وصف المسؤول، كقول يونس عليه السلام ذي النون: لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. وقد يكون بمجرد الثناء على المسؤول، كقول الشاعر: أذكر حاجتي أم قد كفاني حياؤك إن شيمتك الحياء، إن شيمتك الحياء. إذا أثنى عليك المرء يوما كفاه من تعرضه الثناء. والهداية هنا هداية الإرشاد والتوفيق، وقد تعد الهداية بنفسها كما هنا: اهدنا الصراط المستقيم. فتضمن معنى ألهمنا أو وفقنا أو ارزقنا أو يعطنا أو أعطنا، يعني من غير حرف جر، يعني اهدنا الصراط. وهديناه النجدين، أي بينا له الخير والشر. وقد تعد الهداية بإلى، كقوله تعالى: اجتباه وهداه إلى صراط مستقيم، وفي قوله: فاهدوهم إلى صراط الجحيم، وذلك بمعنى الإرشاد والدلالة. وكذلك قوله تعالى: وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، تبين ترشد، لأن الهداية هداية التوفيق لله عز وجل وحده: إنك لا تهدي من أحببت. يقول: وقد تعد باللام، كقول أهل الجنة: الحمد لله الذي هدانا لهذا، أي وفقنا لهذا وجعلنا له أهلا. قوله إن هو هداية هداية الإرشاد والتوفيق، يعني نوعين من الهداية: هداية الإرشاد حتى يعلم الإنسان، هداية الإرشاد والبيان، والعبد يحتاج إلى ذلك فيما اختلف فيه الناس حتى يعلم الحق من الباطل والسنة من البدعة، ويحتاج إلى أن يوفق لهذا الحق بعد أن يعلمه. فكثير من الناس قد يعلم الحق ولكن لا يتبعه، قد لا يحبه وقد لا يريده والعياذ بالله، وقد لا يوفق للعمل به. فالإنسان يحتاج أولا إلى أن يبين له الحق،
ليعرف الحق من الباطل والهدى من الضلال، ثم بعد ذلك يحتاج إلى أن يحب هذا الحق. فكثير من الناس يعلم الحق ولكنه يبغضه ويكرهه والعياذ بالله، فلا يتحقق له به الهداية. ثم بعد أن يحبه لابد أن يريده ويعزم عليه، وإلا فكم من إنسان يرى منازل الأبرار وطرقهم ويحدث نفسه أنه يتمنى أن يكون كذلك، ولكنه لا يريد ولا يعزم ولا يحقق هذا العزم بالسير الحقيقي وأخذ الأسباب. ثم بعد أن يريد لابد أن يعمل حتى يكون قد اهتدى. فكل ذلك بيد الله عز وجل. ولا شك أن فقدان الهداية الأولى بمعنى العمى عن الحق والضلال عنه لا يستبين له بعد أن بينه الله عز وجل له، بعد أن بلغه دليله، بعد أن بينه له يعمى عنه ولا يراه أو لا يحبه أو لا يريده أو لا يعمل به. فنسأل الله العافية. فحاجة العبد إلى الهداية كذلك حاجة إلى الهداية الإجمالية وإلى الهداية التفصيلية لكي يلتزم بالإسلام جملة. وهذا هو الجواب عما سيأتي من أنه كيف يسألون الله الهداية إلى الصراط المستقيم وهم قد أسلموا. أقول العبد يحتاج إلى الهداية إجمالا ليلتزم بالإسلام، ليقبل هذا الدين، ليدخل فيه، ثم يحتاج إلى هداية تفصيلية ليعرف تفاصيله. وإلا فكثير ممن انتسب إلى هذا الدين ويزعم أنه ملتزم به لا يطبقه حقيقة ولا يلتزم به في عقيدة أو في عبادة أو في معاملة أو في خلق. كثير من الناس عنده خلل في واحدة من هذه، فلهذا كان لابد أن يعرف التفصيل، أن يهتدي إليه وأن يحبه وأن يريده تفصيلا، مسألة مسألة، في العقيدة، في العبادة، في الأخلاق، في المعاملة، في كل ما ورد فيه بيان الوحي من عند الله عز وجل يحتاج إلى أن يعلمه تفصيلا ظاهرا وباطنا ليلتزم به بعد ذلك. ولذلك العبد لا يستغني عن الهداية في كل لحظة من اللحظات، وهو كل يوم يعرض عليه أمور تشتبه، حتى تشتبه على أهل العلم ويكون عندهم تردد فيها، فكيف بمن ليس كذلك؟ لأن تفاصيل الشريعة مع كثرة الفتن ومع كثرة الاختلاف يحتاج العبد معها إلى هداية، كما قال تعالى: فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه، هداهم بإذنه. ودعا النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم رب جبريل وميكائيل وإسرافيل، فاطر السماوات والأرض، عالم الغيب والشهادة، أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك، إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. فالعبد يحتاج إلى أن يعرف تفصيل الهداية فيما اختلفوا فيه. وذلك أن ناسا يقولون هذا سنة وآخرون يقول بدعة، أحد يقول هذا حلال وآخر يقول هذا حرام، والناس ربما يلتبس عليهم الأمر، فهم يحتاجون إلى الهداية إلى الصراط المستقيم. قال ابن كثير: وأما الصراط المستقيم فقال الإمام أبو جعفر ابن جرير: أجمعت الأمة من أهل التأويل جميعا على أن الصراط المستقيم هو الطريق الواضح، هو الطريق الواضح الذي لا اعوجاج فيه، وكذلك ذلك في لغة العرب. قال: ثم تستعير العرب الصراط فتستعمله في كل قول وعمل وصف باستقامة أو اعوجاج، فتصف المستقيم باستقامته والمعوج باعوجاجه. ثم اختلفت عبارات المفسرين من السلف والخلف
في تفسير الصراط، وإن كان يرجو حاصرها إلى شيء واحد وهو المتابعة لله وللرسول صلى الله عليه وسلم، فروي أنه كتاب الله. قال ابن أبي حاتم عن علي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الصراط المستقيم كتاب الله. حديث ضعف. ورواه أحمد والترمذي عن علي مرفوعا وهو حبل الله المتين وهو الذكر الحكيم وهو الصراط المستقيم. قد روي هذا موقوفا على علي وهو أشبه، لأن المرفوع فيه ضعف كما ذكرنا. عن عبد الله أي ابن مسعود قال: الصراط المستقيم كتاب الله، وقيل هو الإسلام. قال الضحاك عن ابن عباس قال: قال جبريل لمحمد عليهما السلام: قل يا محمد اهدنا الصراط المستقيم، يقول اهدنا الطريق الهادي، وهو دين الله الذي لا عوج فيه. وضو ضعيف، لكن المعنى واحد لما قبله. وقال ميمون بن مهران عن ابن عباس في قوله اهدنا الصراط المستقيم قال: ذاك الإسلام. وعن ابن مسعود وعن ناس عن ابن عباس وعن ابن مسعود وعن ناس من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم: اهدنا الصراط المستقيم قال: هو الإسلام، قالوا هو الإسلام. وعن جابر قال: اهدنا الصراط المستقيم الإسلام هو أوسع مما بين السماء والأرض. قال ابن الحنفية: هو دين الله الذي لا يقبل من العباد غيره. وقال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم: هو الإسلام. وفي معنى هذا الحديث الذي رواه الإمام أحمد في مسنده عن النواس بن سمعان عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ضرب الله مثلا صراطا مستقيما، وعلى جنبتي الصراط سوران فيهما أبواب مفتحة، وعلى الأبواب ستور مرخاة، وعلى باب الصراط داع يقول: يا أيها الناس ادخلوا الصراط جميعا ولا تعوجوا، وداع يدعو من فوق الصراط، فإذا أراد الإنسان أن يفتح شيئا من تلك الأبواب قال: ويحك لا تفتحه، فإنك إن تفتحه تلجه. فالصراط الإسلام، والسوران حدود الله، والأبواب المفتحة محارم الله، وذلك الداعي على رأس الصراط كتاب الله، والداعي من فوق الصراط واعظ الله في قلب كل مسلم. رواه الترمذي والحاكم وصححه وإسناده صحيح. قالت ابن كثير: هو إسناد حسن صحيح، أجمل الأحاديث. وقال مجاهد: اهدنا الصراط المستقيم قال الحق، وهذا أشمل، ولا منافاة بينه وبين ما تقدم، لأن الإسلام هو الحق، ولأن كتاب الله هو الحق وهو يدل على الإسلام. وعن أبي العالية قال: اهدنا الصراط المستقيم قال هو النبي صلى الله عليه وسلم وصاحباه من بعده. قال عاصم: فذكرنا ذلك للحسن فقال: صدق أبو العالية ونصح. لأن الحاجة إلى الاقتداء والفهم، كيف تفهم الإسلام؟ من خلال تطبيق النبي صلى الله عليه وسلم وصاحبيه أبي بكر وعمر. هذه نصيحة غالية للأمة. كل هذه الأقوال صحيحة وهي متلازمة، فإن من اتبع النبي صلى الله عليه وسلم واقتدى بالذين من بعده أبي بكر وعمر فقد اتبع الحق، ومن اتبع الحق فقد اتبع الإسلام، ومن اتبع الإسلام فقد اتبع القرآن، وهو كتاب الله وحبله المتين وصراطه المستقيم. فكلها صحيحة، يصدق بعضها بعضا ولله الحمد. وروى الطبراني عن عبد الله قال: الصراط المستقيم الذي تركنا عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولهذا قال أبو جعفر بن جرير رحمه الله: والذي هو أولى بتأويل هذه الآية عندي، أعني اهدنا الصراط المستقيم، أن يكون معنيا به: وفقنا للثبات على ما ارتضيته، ووفقت له من أنعمت عليه من عبادك،
من قول وعمل، وذلك هو الصراط المستقيم. لأن من وفق لما وفق له، من أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين فقد وفق للإسلام وتصديق الرسل والتمسك بالكتاب والعمل بما أمره الله به، والانزجار عما زجره الله عنه، واتباع منهج النبي صلى الله عليه وسلم، منهاج النبي صلى الله عليه وسلم ومنهاج الخلفاء الأربعة وكل عبد صالح، وكل ذلك من الصراط المستقيم. قال ابن كثير: فإن قيل كيف يسأل المؤمن الهداية في كل وقت من صلاة وغيرها وهو متصف بذلك، فهل هذا من باب تحصيل الحاصل أم لا؟ الجواب أن لا، ولولا احتياجه ليلا ونهارا إلى سؤال الهداية لما أرشده الله إلى ذلك، فإن العبد مفتقر في كل ساعة وحالة إلى الله تعالى في تثبيته على الهداية. وده معنى زائد، احنا قلنا بيان الحق من الباطل تفصيلا، ثم محبة الحق، ثم إرادته، ثم العمل به، يبقى أنه يثبت على ذلك إلى أن يموت. قال: يحتاج في كل حالة العبد مفتقر في كل ساعة وحالة إلى الله في تثبيته على الهداية ورسوخه فيها وتبصره وازدياده منها واستمراره عليها، فإن العبد لا يملك لنفسه نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله، فأرشده تعالى إلى أن يسأله في كل وقت أن يمده بالمعونة والثبات والتوفيق. فالسعيد من وفقه الله تعالى لسؤاله، فإنه تعالى قد تكفل بإجابة الداعي إذا دعاه، ولا سيما المضطر المحتاج المفتقر إليه آناء الليل وأطراف النهار. وقد قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي أنزل من قبل. فقد أمر الذين آمنوا بالإيمان، ليس في ذلك تحصيل حاصل، لأن المراد الثبات والاستمرار والمداومة على الأعمال المعينة على ذلك. بل كما ذكرنا الإيمان قول وعمل، فهو يحتاج إلى معرفة تفاصيل الإيمان ومحبتها والعمل بها والثبات على ذلك. وقال تعالى آمرا لعباده المؤمنين أن يقولوا: ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. إن زيغ القلوب بعد الهداية أعظم خطرا من زيغها أولا. وقد كان الصديق رضي الله عنه يقرأ بهذه الآية في الركعة الثالثة من صلاة المغرب بعد الفاتحة سرا: ربنا لا تزغ قلوبنا. ومنهم من يقول، قال عز وجل: ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا، فكان أبو بكر يقرأ هذه الآية في الركعة الثالثة بعد الفاتحة سرا من صلاة المغرب. فمعنى قوله تعالى: اهدنا الصراط المستقيم، استمر بنا عليه ولا تعدل بنا إلى غيره. والمعنى أوسع مما ذكر رحمه الله. أقول قولي هذا وأستغفر الله.